نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مسح أو ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، هناك من العلماء من يقول إنه يكمل مدة مسافر، فهل لهذا القول وجه؟ نعم، تغليبا لجانب السفر قال به بعض العلماء، لكن المذهب ما سمعته أن العبرة بالبداية، فإذا بدأ المسح وهو مقيم يمسح مسح مقيم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.